يوميا بتبقى في يوم واحد بس اللي ما كانش فيه بيان، يوم بيوم بتبقى بتوصل المعلومة لشعب مصر العظيم. وصلني اليوم السابع، هقول لحضراتكم وأرجع لضيوفي توقفوا عند إيه في البيانات، لأنه الحقيقة لما بيبقى الضيف مذاكر مش قادرة أقول لحضراتكم بتبقى المسألة بالنسبة لي حلوة إزاي، علشان بنقدر نقول لكم معلومات مرتبة كده زي ما بنقول. يوم السابع سيناء 2018، قصف جوي وبري لبؤر الإرهاب، السيسي يزور الكلية الحربية فجرا. أنا توقفت عند نقاط في البيان العاشر لقواتنا المسلحة، لكن يهمني وأبدأ بحضرتك دكتور أشقوش، توقفت عند إيه في هذا البيان، البيان العاشر تحديدا لو تحب، أو البيانات بشكل عام؟ أستاذ أحمد علي بقى عامل جدول، لأن ده من ضمن شغله، بيذاكر بحث، عامل جدول بيوضح نتائج عمليات القوات المسلحة باليوم في سيناء. حاجة لحضرتك بس أسمع دكتور أشقوش، فضل. يمكن أولا إحنا يعني شعب مصر العظيم زي حضرتك ما فضلتي، بننصحه دائما يستقي معلومته من المتحدث طبعا العسكري. طبعا والمتحدث العسكري صادق، وهذا توجه الدولة أن تقول الحقيقة لشعبها. أيوه، عشان ما يشغلش باله بالمهاترات طبعا اللي طبعا يا فندم. الجديد في الـ في الـ في البيان العاشر، ان التمهيد لعوده الحياه الطبيعيه في منطقه العمليات. يعني العمل القتالي مستمر، مداهمات مستمره، لكن من الناحيه الثانيه جزئيا تعود الحياه، لان المدارس متوقفه، الجامعات متوقفه. دائره الاشتباه اللي تمت كانت كبيره جدا، عشان يبان ان مش العاطل على الباطل. لما تمت الفلتره طلع ان هذا الشخص غير مدان، تفضل بطاقتك وحاجتك وتفضل بالسلامه. اما المدان سياخد طريقه في اتجاه اخر. طبعا انا توقفت عند النقطه دي دكتور محمد، لانها لفتت نظري في اخر البيان، لفتت نظري الافراج، وشفنا شكلهم في الخروج، الافراج عن عدد من المشتبه بهم بعد اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيالهم. زي ما حضرتك بتقول المساله مش عاطل في باطل، حصلت الاجراءات بسرعه جدا، لقوهم ما لهمش دعوه بالموضوع وكان مشتبه فيهم خرجوهم بسرعه جدا. شفت وجوه المفرج عنهم، تعبير وجهه في نوع من السعاده، الراجل ده لم يكن تحت ضغط ولا 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 تعذيب ولا كما يدعى. لو كان كده كنا لقينا الناس دي وشها وشكلها وانطباعها عبوس. لكن الناس سعيد ان هو كان هناك في دائره الاشتباه، ولكن هو سعيد ان ثبت براءته وانها ليس له علاقه. صحيح صحيح. استاذ احمد توقفت عند ايه والدراسه والجدول؟